السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسائك عندنا. معانا النهاردة فضيلة الدكتور صلاح الجمل، ومعانا بنت من بناتنا ندى عبد الخالق. أهلا بفضلتك يا مولانا، وأهلا بك يا ندى في برنامجنا. بما أننا النهاردة في شهر رمضان الكريم، شهر النفحات والبركات والأدعية الدينية، النهاردة معنا فضيلة الشيخ والدكتور صلاح الجمل، النهاردة هيسلك صدورنا بالأدعية الدينية. وأول حاجة بنسأله الدعاء إيه قيمته في الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم، لا من غير المي، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. فأنت عايز إيه أكبر من كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فضل بشر بالنصر، ومع ذلك وأخذ بالأسباب، ومع ذلك وقف يدعو الله حتى سقط رداءه. فالدعاء ده سلاح مهم مهم مهم، هو الباب لله سبحانه وتعالى. مش أنت بتقف على الباب وبتدعي؟ طيب يبقى لازم يكون في باب، فتقف على الباب وتدعي. يعني ان احنا نتذلل في اوقات للدعاء يا مولانا؟ هاخد الشق الاولاني من السؤال. اتفضل. من الحته اللي حضرتك الجميله اللي قلتها. اتفضل. اللي هي الذل لله سبحانه وتعالى. يعني نفسي اعرف اوصل للناس ان الذل ده مش الذل اللي هو العبوديه الرقه الحاجات دي، لكن انما احساسك بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك، إحساسك بقدرة الله سبحانه وتعالى، إحساسك بأن ربنا ده هو اللي أنشأك، هو اللي خلقك، هو اللي متوليك. يعني مش عايز أقول أنت أعظم حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها. فدخولك لله سبحانه وتعالى من باب الذل، قال الإمام ابن القيم: وجدت أبواب الله كثيرة والناس عليها كتير. مفيش الا باب الذل هو اللي لقيت الناس فيه قليله، فدخلت من باب الذل فكان الوصول الى الله اقرب. الله. فالذل لله هو الخشوع لله، هو خضوع لله، هو رغبه لله، هو رهبه من الله، هو ان الله يراك. هو ده الذل. في حديث فيما معناه بيقول ان الدعاء مخ العباده. نعم. يعني مع ان انا يعني ايه الدعاء هو كل العباده، يعني هو التذلل ورجوع الانسان لربنا سبحانه وتعالى في وقت الانكسار، حتى في وقت الشده، وقت ما يكون حتى في اعلى المراكز بتاعته، اما يدعي بربنا يعني ويجيب المضطر وفي وقت الاضطرار. الدعاء هو كل العباده. انت قلت كل حاجه دلوقتي. ما هو الانسان من غير مخ ملوش قيمه. يعني تخيل إنسان ليس له عقل. طب استاذن حضرتك في الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول
حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرجع لفضلتك دكتور، حضرتك نرجع للدعاء، وإن الدعاء مخ العبادة بل العبادة كلها. الدعاء له وقت معين إن الإنسان يدعي فيه ربنا؟ في وقت مستحب مثلا للدعاء؟ هو بداية أنت تعرف أي وقت، زي ما حضرتك قلت وتفضلت في البداية، أنت مضطر، عندك مشكلة، عندك طلب، عندك رجاء ملح عليك، موقف، فتدعي ربنا. لكن طبعا في أوقات يستحب فيها الدعاء، زي دلوقتي بعد الأذان، بين الأذان والإقامة، في السجود يستحب الدعاء، وقت السحر ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فده من الأوقات الفاضلة، الأوقات، وأنا بسميها الأوقات الذهبية، اللي هي عند وقت السحر، عند عند الإفطار. عند الإفطار ده شيء جميل جدا، تستغفر ربنا قبل الفطار، وتجي عند الإفطار كده مع أول يعني لقمة تدخل جوفك، تكون قبلها ذكر الله أو الاستغفار زي ما أنت قلت، وبعدين بترتب لسانك بذكر الله، فداخل جوفك الدين والإيمان وحلاوة الإيمان وتذوق الإيمان، ثم بتنهي الوجبة بتاعتك بتقول الحمد لله، وفي هناك أعظم من الحمد. خلي بالك، الدعاء يجب على كل الإنسان أن يبدأ الدعاء بالثناء على الله، لأن التعريض بالثناء يكفي في العطاء. التعريض بالثناء، التعريض بالثناء يكفي في العطاء. يعني ايه التعريض بالثناء؟ يعني من ذكرني في نفسي، في نفسي ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى كمان بيبقى افضل من اللي يسأله، لان ربنا عالم حاجتك. اولا الله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح،
الله سبحانه وتعالى يحب انك تتملقه، مش التملق بتاعنا هنا، التملق بتاع ربنا، باب ربنا. ما هو انت لازم من اول قصه الدعاء ده قصه جامده جدا، لازم تاخد بالاسباب اللي اداها لك ربنا. ما هنا مولانا هو ربنا سبحانه وتعالى حتى في القران الكريم هو بدا القران الكريم بالدعاء وانهى بالدعاء، يعني اولنا الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، الاستعانه بالله، الثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم الثناء، نعم يعني والهدايه يعني بالفاتحه، ونهى بايه بقى؟ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. الاعاذه هنا انت في رمضان، في رمضان يعني عارف رمضان؟ اتفضل. في رمضان ايات الصيام شهر رمضان، بعدها على طول في النص واذا سالك عبادي عني وبعدين احل لكم ليله الصيام، يعني في النص في نص قد ايه اهميه الدعاء اللي هو السؤال بتاعك الاول. فاذا سالك عبادي عني، واذا سالك عبادي، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. جت فين دي؟ فاني ما فيش حاجه في النص بقى. لا انا اقصد اقول ان اهميه الدعاء جاءت في الصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على، وبعدين تقول شهر رمضان، وبعدين واذا سالك عبادي عني فاني قريب، وبعدين احل لكم ليله الصيام من رفس الى نسائكم من لباس لكم وانتم لباس لهن. يبقى صيام صيام، ولكن واذا سالك عبادي عني فاني قريب. ما فيش اي وساطه ما بين العبد وربه، ده الا الايه دي بالذات. ما فيش اي وساطه. يسالونك قل، يسالونك قل، لكن في دي مفيش، ما فيش وساطه ما بين العبد ورب. طبعا التذلل وان هو يمسح وجه الله سبحانه وتعالى، منتهى التذلل في الدعاء لربنا سبحانه وتعالى ان احنا ندعيه. صحيح. وحاطين في قرارات نفسنا ان هو ربنا هيستجيب. دي اهم نقطه حضرتك قلتها دلوقتي، اللي هو الركن الثالث. يبقى بتبتدي بالحمد وبالثناء لله سبحانه وتعالى، تخش له من باب التذلل والخضوع، يكون عندك يقين، يقين بالإجابة، يقين ان الله سبحانه وتعالى حتى لو عنه. الإجابة مؤجلة. ما هو انت خلي بالك، يعني ايه، مش انت اللي بتدير الكون، الذي يدير الكون الله سبحانه وتعالى. انت تطلب، اتوافق على الطلب بتاعك. فضل. الناس فاهمه غلط. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. خلاص انت دعيت، احنا استجبنا الدعاء، وافقنا يعني، خلاص وافقنا. بس التنفيذ امتى؟ مش بتاعتك، التنفيذ بتاعت اللي خلقك، هو اللي عارف. يا اما ينفذ لك فوري، وده حصل في مواقف كتير جدا، ناس كتير جدا. وانا واحد من الناس والله، تنفذ فوري، وفي تنفذ لك بعد سنه، وفي تنفذ لك بعد 50 سنه، وفي يوجه لك للاخره. لماذا؟ لانك سالت الكبير، سالت الملك، مالك الملك، فهو عارف مصلحتك فين فبيعمل لك مصلحتك. يبقى لازم الناس تفهم، وانا واحد منهم، نفهم برضه كلنا، نذكر بعض، ان حينما تدعو الله سبحانه وتعالى الله وافق على طلبك، لكن وقت استنفيذ لله سبحانه وتعالى. والا لو كل واحد حضرتك دعا اديني فيديله، اديني، بقينا احنا المتحكمين. حاشا وكلا، الحكم لله، الحكم القرار لله. انما احنا اللي بندير بقى. اديني فيلا اديك فيلا، اديني طياره اديك طياره، ابعد عني ده يقتله، يقوم يقتله. لا مش ممكن، لا طبعا مش ممكن. ولو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينزل لك مثلا الدعاء بتاعه، بس ربنا اعلم بكل حاجه، بمصلحتك، بمصلحه الانسان، بالخير، 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 مسبب الاسباب. على فكره يعني الله يحب عبده اللحوح، الله يحب ان تساله، الله يغضب اذا لم تساله. لكن في حاجه مهمه جدا، لازم يكون اكلك طيب، مطعمك طيب، عشان الاول الطلب بتاعك اتوافق عليه. لازم يكون مطعمك الاله طيب. اللي بتطلب بقى الايه، الاله لازم تكون صالحه الاول. طبعا طبعا. ما الاله لو الاله او الماكينه مش مظبوطه في الطلب بتاعها، مش هتشتغل، مش ما خلاص مقطوع. يعني الارسال مقطوع. ايوه عجبتني الاله دي. هيبقى الارسال مقطوع. ايوه. فلازم يكون مطعمك طيب، وتروح لربنا سبحانه وتعالى وهو يكرمك. بس في حاجة برضو لازم تشتغل. يعني ايه اشتغل؟ يعني تاخد بالأسباب وتعمل. إذا الأسباب نفدت، ده شرط من ربنا، نرجع لرب الأسباب. لأن الأسباب دي ما هو اللي وضعها لك ربنا. بعت لك السبب ده، وبعت لك السبب ده، وبعت لك السبب ده، عشان تطرق هذا الباب وتترك هذا الباب وتترك هذا الباب.
كل الابواب دي طرقتها وما عملتش، انت بتاخد بتطرق كل الابواب ثم تتوكل على الله وكأن الاسباب لا شيء. نرجع لمسبب الاسباب بالدعاء الله سبحانه وتعالى. طب نسمع دعاء من حضرتك كده، من الادعيه اللي حضرتك بتسلك صدور العالم الاسلامي كله بيه، اتفضل. والله احنا كلنا يعني الجائحه طالعه يعني واخده موجه عاليه، فنسال الله ان يا رب الكرب عن الامه كلها. اللهم ارفع الوباء عن مصر. اللهم لك الحمد يا ربنا يا رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد خاتم النبيين. يا نهيب بجلالك يا ربنا أن يمسنا الضر، فارحمنا يا ربنا. نهيب بك يا ربنا أن يمسنا الضر، فاكشف الضر عن مصر يا ربنا. نسألك يا إلهنا أن ترفع البلاء والوباء عن مصر يا الله. نسألك يا ربنا أن ترفع الوباء والبلاء عن أمتنا فهمنا يا ربنا أن الدنيا لا شيء ولا تساوي عند جلالك جناح بعوضة، فاللهم قنا فتن الدنيا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، قنا فتن الدنيا يا حي يا قيوم. كم أذلت عزيزا وعزت ذليلا، قنا فتنتها يا حي يا قيوم. إن جاءت بوصالها حطت بفصالها، قنا فتنتها يا حي يا قيوم. إن جمعت فرقت وإن راقت أراقت، قنا فتنتها يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أعطنا منها ما تغنينا به عن فتنتها يا حي يا قيوم. لا تجعل أيادينا سفلى بالاستعطاء، واجعلنا عليا بالعطاء يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. قنعنا منها بالقليل، ويسر لنا كل عسير يا حي يا قيوم. أخرجها من قلوبنا واجعلها في أيدينا يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أقم بلادنا على العمل بالإسلام الصحيح، وارزقنا علما يروينا، وزدنا تقى يا الله، زدنا تقى
قد يا الله زدنا تقد يا الله وأذقنا حلاوة الإيمان أذقنا حلاوة الإيمان أذقنا حلاوة الإيمان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليك يا عالم الهدى ونور الدجى سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حضرتك أسلكت فعلا صدورنا بال الله يكرمك الله يتقبل إن شاء الله بالدعاء ربنا تقبل منا ومنك يا رب الدعاء يا رب العالمين. آمين يا رب آمين. معنا بنتنا ندى عبد الخالق النهاردة عايز حضرتك تسألها بعض الأسئلة نبين قدرات. على فكرة ندى حفظت القرآن وهي عمرها 5 سنوات. أحسن مني. أه؟ أحسن مني بكتير يعني. إزيك يا ندى؟ الحمد لله. أنت حفظت وأنت عمرك قد إيه؟ حفظت وأنا عندي 2.5 سنين. بدأت الحفظ وأنت عندك 2.5 سنين. أتمت حفظ القرآن في وأنت عندك كم سنة؟ 5 سنوات. 5 سنوات. مين اللي كان بيدفعك وبيساعدك على الحفظ؟ أمي وأبي. طيب فضلت الشيخ هسألك بعض الأسئلة. فضل يا مولانا. أنا حفظت عندي 9 سنين فأنت أفضل مني بكتير. بسم الله ما شاء الله عليك يعني. أنا هسألك علشان أستمتع بالقراية بتاعتك مش عشان أختبرك. قولي آخر آية في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله ما شاء الله. آية حصلة على جوائز عالمية. قدمت في مسابقة إيه العالمية؟ المسابقات اللي انت دخلتيها. دخلت في مسابقة العالمية وحصلت على المركز الأول في أعلى مستوى العالم. ودخلت في مسابقة وزارة الأوقاف وحصلت على المركز الثاني على مستوى الجمهورية. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك فيكي. ليكي إخوات بيحفظوا القرآن؟ نعم. عندك من الإخوات؟ عندي أخت واحدة حفظت القرآن الكريم كاملا وهي عندها 5 سنوات ونصف. 5 سنين ونصف. وعد برضو أختك عندها 5 سنين ونص حفظت القرآن كامل. طيب أنت حفظة يعني عن مين؟ عن المتون. عن المتون. مين اللي حفظك؟ فضلت الشيخ بقى اللي هي مين اللي حفظك يا أستاذ؟ الأبلة أمل فهمي. دي مدرسة في حضورة التوحيد. الله حلو جدا. مش كتاب يعني ولا حاجة؟ طب ما بتروحش كتاب بعد الأبلة الأستاذة أمل دي؟ احنا بنحفظ في الحضانة. احنا بنحفظ في الحضانة كأنهم بيدينا كتبات نحفظها وبعد ذلك يشرحون لنا. الله حلو. يعني إذن القرآن اللي بتحفظيه انت عارفة معنيه. الله يشكرك. رائع جدا. ولنا كده سيزام الجمع ويولون الدبر بس بصوتك الحلو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدنى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله. تبتقرأ كم جزء في اليوم؟ بحفظ ثلاثة أجزاء في اليوم وأسمع ثلاثة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سبحان الله يعطيك. سبحان الله. سبحان من أعطاك يا. نرجع لفضلتك يا فضيلة الشيخ. بصراحة الحديث بس هدية فضلتك. كويسة يعني. أه؟ هدية منك كويسة بصراحة. ده هذا الشهر الجميل يعني، وأنا بحيي والدك ووالدتك طبعاً الأساس إن هم حفظوكي وأختك القرآن وأنت عندك السن البسيط ده. يعني إن شاء الله بوجه لهم التحية وربنا يجزيكم كل خير، بيت كله نور إن شاء الله، ورجاء إن أنتم تهتموا جدا بالتدبر في القرآن، ده أهم خطوة الآن بقى، لأن مش المهم الحفظ بقدر ما أنت وصلت خلاص نعمة كبيرة إن حفظتي وأختك يعني، فيبقى اللي جاي إن شاء الله التدبر والفهم في المعاني الجميلة. ربنا يبارك فيك يا رب ويكثر من امثالك انت واختك ان شاء الله. تفضل يا استاذنا. تفضل. احنا طبعا اللقاء بتاع حضرتك شيق، والدعاء اللي حضرتك قلته لنا عايزين دعاء تاني من شهر رمضان يعني، وبعد كده نطلع فصل ان شاء الله. ان شاء الله دعاء كده من حضرتك. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين، صلاة وسلاما عليك يا حبيبنا يا رسول الله يا رب. آمنا بالحبيب المصطفى ولم نره، أكرمنا برؤيته في الدنيا يا يا الله. آمنا بالحبيب النبي ولم نره، نحب رسول الله ونحب أن نسمع عن رسول الله ونحتكم إلى رسول الله ونتعلم من رسول الله، فأكرمنا برؤيته في المنام يا الله. ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا، ثبت قلوبنا، وأسعدنا برؤية رسول الله في المنام، وجعلنا من أول زمرة يدخلون الجنة مع رسول الله يا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين. اللهم احشرنا مع الصديقين والنبيين يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. آمين يا رب. مولانا أنا بصراحة النهاردة إحنا الدعاء بتاع حضرتك بيمس القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى. يا رب يجعل حضرتك كده للأمة الإسلامية
بالدعاء بتاع حضرتك تطفي النار اللي جوه المسلمين كلها بان هي بتسمع حضرتك الدعاء الجميل ده والحس والاخلاص الدعاء يعني لما يكون الانسان فيه مخلص في دعائه بتبقى حاجه قيمه جدا. امين. شكر جدا. شكرا. واحنا شاكرين لحضرتك النهارده وبنشكر حضرتك لوجودك معانا النهارده في الفقره بتاعتنا النهارده وبنشكرك يا ندى لإجادتك لحفظ القرآن والدكتور صلاح بقى هو اللي هتولاكي ان شاء الله. بسم الله ان شاء الله باذن الله ووعدنا ومجموعة بوفي ان شاء الله باذن الله هو اللي هتولى موهبتك ان شاء الله. ونطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع بعد الفاصل تاني ان شاء الله.